السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا طيبين؟ يوجدناكم فيديو جديد حل جديد من قناة FGTV. طبعا اليوم شباب راح نلعب بورود جديدة وماينكرافت، كما شايفين راح نعمل قدامكم سرفايفر، راح نسمي هي بورود يوبرز و يوتيوبرز وورلد كده. طبعا كده شايفين سيرفايفل. طيب ما رح نفتح الشات فايل، نعمل كريت. طبعا هلا انا منزل معي اشوف هلا تروح تحت ماب مود ماب شي. اوكي ورود وخلاص، راح ارجع لكم بعد ما اسوي واحدة. اوكي شوفوا انتوا شايفين سميتها يوتيوب ورود. ان شاء الله كمان راح ينضم معي كمان يوتيوبرز مثل ماينكرافت كما سلت ساعات نشوف يعني حسب ان شاء الله. هلا انا اصور بالليل يعني شوي تعبان، فاذا الصوت متغير لانه تعبان بالليل ليش تنفكر. اوكي كرافتينج ستيك واكس كيفت نستكات ما شوف مو انا ما بسم الله بسم الله اعوذ بالله. لا 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 بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن. لا 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 اوه والله العظيم هذا راح من اول مرة. يلا منيح. اوه مين هذا؟ فكرت بقطع تيجو. اوكي فبدال هلا استغلوا في عندنا في حد هناك اشتغل الوقت انه اشتغل نعمل فران
ناخد الأورام هنا، يعني هي حلقة ممكن تنزل بس مو لقيناك ولازم تفهمني. اوكي صارنا 12 حبة مني. بكاكس كسر الايرون، بهم الايرون والفحم، يعني كل شيء اور بنلاقيه بدنا ناخده. لا 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 ان شاء الله خلف الكواليس راح ادور على منطقة الاقي فيها بيت، يعني محل فيني اعمل فيه بيت، بس والله كبير هالغابة نستفيد منه خشب كتير. فاللي شايفين اوكي منيح من كتير. اوكي هنطلع نحط البلوكات اللي انا محتاجة. اوكي فرن، اخد فرن ونطبخ بسرعة. 5 ايرون نطبخه بالهذا، بعدين نطبخ بسبب انه يجهز. خلينا ناخذنا شوية خشب. نفتح الجدار نحط ثلاثة. يلا نعمل فيهم أمزح و بيكاكس موكس بيكاكس نستفيد منه شو اللي ما استفيد منه. نكسر اوكي نكسر شوية. وكان نعمل بحث سريع عن منطقة. اوكي الاكس خلص الاكس الثاني. اوكي طبعا انا عاطي بالي يعني على الخريطة اكثر شيء مشان لا محل. فهون في محل لو نقول هاد شجر كله يطلع عنا ستاكات ولا ستاكات من الشجر. ف ما بعرف ايش من هذا. اوكي خلينا نمشي عند البحر. اوكي في فضاء. اوه اين فضاء اخيرا. ناكل اكل. خلاص شو راح نستقر هون. شايفوني شو هيك لافا كمان. او ماي جودنس. خلاص خلاص هون احنا ان شاء الله نحط البيت. واو طيب انا هذا مود من مود الخريطة محطوط حلو انه تكسر شغلة تنزل كلها مواد، يعني بس في شغلات حي ما بعيدة من الشجر. نشوف منيح
اوكي راح نحط سبام بوينت هوني هلا ف تورس هنا نحط هوم اد اوكي طبعا هاي شرط لهم لو بعدنا 1000 بلوك نرجع لهم هذا شيء كويس فراح ارمي شغلات ما بديها باللعبة فاللعبة بخرطهم بينها بشكل 1000 ما بديها او ماي جودنس شو بدنا كمان خشب اوه نجحنا في اندرمان خشبة ونعمل له طبعا رح ابني من اولية بيت قوي يعني يستحمله ما انا كنت شايفين قديش خشب من المود والله المود استفدنا منه كتير 1 2 3 4 5 6 7 استاكات ونص ف شي منيح وبدنا هسه بدنا نكسر ف نعمل بدنا نعمل حديد لا والله حجر اوكي اكس حجر ونجمع كمان خشب بس الخشب اللي معي بكفو شيء اوكي كيف يوه انت حلوه بس اوكي شو خلينا ناخذ هاي وهلا الخوارج اقتل 5 ناقص 5 اقتل ضربتين مات هذا احسن خروف منه يلا اخر خروف بس اوكي تأمل اتخذت بحاول انت قول يلا بسرعة 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 تخ 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 شباب تخ 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 ابيض يلا بسرعة من نام الحارة هلا من في تاني نار جاهزين نبني البيت فما رح نبني البيت هلا نشيل الكرافتين تابل هذا اوكي شوف في سكيلتون خلني اوكي جولدن ابل جس ابل اوكي كمان 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 كريبر بلشنا بالكريب لا 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 منيح بالمي السكيلتون بدي اياه فممكن يعطينا اوكي ما رح نموت بس هو رح نموت اعطانا ايروس منيح هلا كسر الشجرة ومنه
الحلقة. فهم سمع الفيديو، لا تنسى اللايك سبسكرايب ويلكم تو شير. لا 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 شباب، اوكي والله اندرمان هذا عادي. فهذا الاندرمان بقتله، ويلا مع السلامة.